ابن الجوزي رحمه الله بيقول ايه؟ يا صاحب الذنب اذا احسست بنفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج. يا صاحب الذنب اذا احسست بنفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج، اصبر حتى يتخلل ثوب القلب المتنجس ماء من ماء العين، حتى يتخلل ثوب القلب المتنجس ماء فيض من ماء العين، فإذا تكررت دفعات الغسلات حكم بالطهارة. لازم ينزل من العينين على القلب دفعات مية تغسل نجاسة الذنب، ومع تكرار دفعات الدموع على القلب يطهر القلب. قال: فانصرفت عنه وقد فاضت عيناي، وبينما يوما أمشي في سوق المدينة إذا بنبطي من أنباط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ واحد من أنباط الشام جايب طعام بيبيعه في المدينة، هو في السوق عمال يقول: مين يعرف كعب بن مالك؟ مين يوصلني كعب بن مالك؟ عايز اشوف كعب بن مالك، عايز اكلم كعب بن مالك. قال: فصار الناس يشيرون الي ولا يتكلمون. قلت: مالك؟ فدفع الي كتابا من ملك غسان. يا سلام، الملوك يراسلونه، الملوك بيبعتوله. فدفع إلي كتابا من ملك غسان، فمضيت إلى البيت ففتحته فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار مهانة ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. ملك غسان بعت له جواب بيقول له: بلغنا أن صاحبك، الغساسنة دول كانوا موالين للروم النصارى، فكانوا أعداء، ما بيحبوش سيدنا النبي صلى عليه، وكانوا هم قاعدين يعني بيحموا الروم من العرب. فالشاهد ايه؟ ان ملك غسان بيقول له: بلغنا ان صاحبك، يعني النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قد جفاك، قلاك، هجرك، يعني زعلان منك، مخاصمك، ولم يجعلك الله بدار مهانة ولا مضيعة. قال له: هو تفكر ان هو عشان سابك هتضيع؟ يعني انت مالكش حد غيره؟ لا، احنا وراك وفي ظهرك، فالحق بنا، تعالالي نواسك، نواسيك. الملوك يدعونه أن يكون جليسه. وخلي بالك من دي، إنك أنت لما تجفو شرع الله نافق تجد ألف مرافق، لما تجافي شرع الله هتلاقي ألف حد يقف جنبك ويساعدك على الباطل والضلال، ويعاونك على الفسق والفجور، معسكرات كتير جدا منتظرة بس ان انت تلتفت عن الله. بحب في المواقف اللي سيدي احط نفسي مكانه. لو انت مكان سيدنا كعب بن مالك، الصحابة كلهم خصمينك،
حتى ابن عمك شاكك فيك والنبي ما بيكلمكش ولا بيبص عليك ولا بيرد عليك، وجالك جواب زي كده تعمل ايه؟ تقول ايه؟ يا جماعة في مواقف لا ينجي منها إلا الله. شوفوا قضية الفرار إلى الله ديك من أخطر الأمور، إن هنا النبي مخصمه والصحابة مخصمينه وابن عمه مخصمه والأرض مخصمه، وفجأة قالوا الجواب يا سلام. شوف بقى ربنا كريم يا أخي، يقطع من هنا ويوصل من هنا، أروح ولما النبي صالحني بقى أبقى أهلي، وممكن يكسوها ثوب ديانة يقولك إيه، أروح أدعو إلى الله أكلمهم برضو عن ربنا وعن النبي ويمكن يسلموا وأبقى أنا عملت مصلحة. ويا من أنت بتعمل كده تبقى سايقها على مزاجك وعلى هواك وتكسوها ثوب ديانة بالكذب والنفاق. هنا في المواقف اللي زي دي أنا محتاج ربنا، ولما ربنا يرى مني صدق يجعلني أفر إليه في موقف زي ده. كلمة كعب بن مالك مذهلة، قال فقلت وهذا من البلاء، فتيممت التنور فسجرت. لا راجل والله، راجل والله، والله راجل راح واخد الجواب في التنور في الفرن مولع فيه، تيممت التنور فسجرت. خلاص اقطع جدار الفتنة، اخلع جذر الفتنة من قلبك، ما تحتفظش بأسباب الفتنة، ولع في الجواب. وتخلص منه. فلما قرأتها قلت وهذا والله أيضا من البلاء، فتيممت التنور فسجرته. ولعت فيه. هي دي الرجولة، انك تعرف ازاي تتخلص وانك تفر في اعز واحلك الاوقات.